السلام عليكم الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما تلاحظون في العنوان، العبارات اليومية الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية ونزولا عند رغبة بعض المتتبعين. سنعمل هذا الفيديو للمرة الثانية لأن هناك فيديو سابق أعطيت فيه الكثير من الجمل، 100 جملة. هناك فيديو آخر فيه 100 جملة باللغة الألمانية، وسنقوم بهذا الفيديو الجديد أيضا. هذا الفيديو الأول الذي قمت به، الذي يتكون من 100 جملة باللغة الألمانية والعربية، ستلقون رابطه أسفل الفيديو. في هذا الفيديو إن شاء الله سنعطي الجمل الأولى التي يجب عليكم معرفتها، مثال الأوقات وبعض الأسئلة والأيام، وأهم شيء هو أسئلة التعارف. عندما تلتقي بشخص وتود التعرف عليه، فهناك بعض الأسئلة التي تكون هي الأولى. هذه هي التي سنبدأ بها فيديونا اليوم إن شاء الله. أول شيء هو اللغة الألمانية، كما نقول هالو. هالو هي سلام، تحية السلام، هالو. لكن هالو نقولها مع الأشخاص الذين نعرفهم، أو عندما تذهب إلى أي مكان لا تتكلم فيه بطريقة رسمية، هالو أو هاي ممكن أيضا قولها. لكن عندما تكون في، عندما تذهب إلى إدارة أو شيء ما شابه، فتقول غوتن تاغ، غوتن تاغ. أو إذا كان الصباح تقول غوتن مورغن، غوتن مورغن هي صباح الخير، و غوتن أبند هي مساء الخير، غوتن أبند. هذه التي تقولها دائما في الأول عند الالتقاء بالشخص، هالو، هاي. إذا كان شخص عادي تتكلم معه بطريقة غير رسمية، لكن عندما تكون طريقة رسمية تقول غودن تاغ. إذا كنت في غودن تاغ تقولها في اليوم، اليوم كامل، غودن مورغن في الصباح، وغودن أبند عند المساء. دا مورغن هو الصباح، دا تاغ هو اليوم، ودا أبند هو الليل، هو المساء، ليس الليل، لأن الليل هو دي ناخت، غوت ناخت. اكتبوها حتى هي، اكتبوها غوت ناخت هي ليلة سعيدة. إذا هذه هي إلقاء التحية. أول شيء تسأل الشخص هو كيف حالك، كيف حالك هي في جي إس دي، في جي إس دي. لاحظوا معي هنا في جيت إس دي، دي مش دو، ليس دو التي تعني أيضا أنت، لأن مع هذا الفعل جيت جيهن تعطينا دائما الداتيف. إذا أردتم أن تعرفوا ما هو الداتيف وما هو الأكوزاتيف أو الجينيتيف، فهناك فيديوهات أخرى في القناة، ادخلوا القناة وسجلوا جميع الفيديوهات وجميع الدروس. هنا عندما تجيب تقول gut und dir، gut und dir، أو يمكنك أيضا أن تقول mir، wie geht es dir، mir geht es gut، mir geht es gut، أنا بحال جيدة. في جيت إس دي، السؤال، الجواب، مي جيت إس جود. أون دي، هنا الكثير من الناس الذين يتعلموا اللغة الألمانية يقولون هنا أون دو، هذا خطأ وخطأ فادح. تقول في جيت إس دي، مي جيت إس جود، أو جود، أون دي، أون دي. الجواب يكون في غالب الأحيان أوخ جود، أوخ هي أيضا، أو مي
جيت اس تكتب في غالب الأحيان بهذه الطريقة، جيت اس جيت اس ميا جيتس، بدون أن تكتبها بهذه الطريقة هنا، ميا جيتس أو كوت، ميا جيتس أو كوت. أنا أيضا في حال جيدة. بعد أن تسأل الشخص كيف هو حاله، تسأله عن اسمه. في هايست، في هايست تو، في هايست تو. في هايست تو هي ما هو اسمك أو ماذا تسمى، ماذا تسمى. هذا كما قلنا دائما عندما تكون تو هناك تتكلم مع شخص تعرفه أو أيضا لا تعرفه، تتكلم معه بطريقة غير رسمية. إذا كانت طريقة رسمية فيسألك في إيست إير نام، في إيست إير نام. إذا كان الشخص سألك بهذه الطريقة فتقول إيش هايس، إيش هايس، وتكتب وتقول اسمك. إذا كان الشخص سألك بهذه الطريقة في إيست إير نام، تقول ماين نام إيست، وتقول اسمك. ماين نام إيست، وتقول اسمك. السؤال التالي وهو العمر، ما هو عمرك؟ وهذا السؤال نسأله بهذه الطريقة، في ألت بيست دو، في ألت بيست تو. هنا تقول إيش بين ياغ ألت، إيش بين، على حسب كم هو عمرك، إيش بين 20 يارا ألت أو 40 يارا ألت أو 50 يارا ألت، على حسب العمر. في ألت بيستو إيش بين كذا وكذا يارا ألت أونتو. هنا تقول أونتو وليس أونتيا، كأنك ما تلاحظون هنا السؤال يكون بدو. هنا في الأعلى في جيت استير بكل سهولة. إذا تم طرح السؤال عليكم وكانت هنا دي وليس دو، فإذا أردتم طرح نفس السؤال فتقولون أيضا دي، وإذا كان طرح السؤال بدو فتردونها أيضا بدو أنتو. ويقول أيضا إيش بين كذا وكذا يا غالت. الأسماء في اللغة الألمانية دائما تكتب بحروف كبيرة من الحرف الأول. هنا بعد أن يسألك الشخص عن سنك فيسألك من أين أنت، من أين أنت، woher، woher هي من أين، woher kommst du، من أين تأتي، من أين أنت آت. أنا آتي من هذه الدولة أو من هذه الدولة. تقول إيش كوم أوس، وإذا كانت دولتك مثال إيش كوم أوس تونيزيان، إيش كوم أوس مغوكو، إيش كوم أوس أي بلد، تكون في بعض الأحيان مثال إيش كوم أوس مغوكو تكتب بهذه الطريقة. مثال الناس الذين يأتون من العراق، لأن العراق يقولونها أوس دم إيراك، إيش كوم أوس دم إيراك. من بعض الدول التي لا يكون لديها أداة التعريف في اللغة الألمانية لكنها قليلة، تركيا أيضا أوس دير تركاي. بعض الدول تكون لديها هذه أداة التعريف، ليس كلها لكن دول قليلة، تكون woher kommst du، woher kommst du. تجيب وتقول
وأنت دائما und du علامة الاستفهام ich komme aus تقول بلدك وتقول und du وأنت. سؤال آخر ماذا تفعل؟ ماذا تفعل هنا؟ was machst du؟ was machst du hier؟ was machst du hier؟ ماذا تفعل؟ machst du ويأتينا من فعل machen وهو يفعل، يفعل شيء. was machst du hier؟ ماذا تفعل؟ والجواب يكون بماذا تفعل؟ لا يجب عليك أن تكتب مخن، لكنك تكتب الفعل الآخر الذي أنت تفعله. أنا أزور صديقا، أنا أقوم بهذا الشيء، أنا أنتظر شخصا. إيش فاتن مثال إيش فاتن auf einen Freund. بالنسبة للناس الذي بالنسبة لهم هذه einen أو هنا die ودو لا يفهمها، فأنصحكم بالدخول إلى القناة ومشاهدة الدروس السابقة التي تكلمت فيها عن بعض هذه الأشياء. ستلقون في العنوان ستعرفون عن ماذا يتكلم الدرس وتشاهدونه وستفهمون هذه الاختلافات. Was machst du hier؟ هي ماذا تفعل هنا؟ بالنسبة للصباح كما قلنا تقول guten morgen. guten morgen بعض الأشخاص يسألك guten morgen guten morgen ويسألك wie hast du geschlafen هي تعني كيف كان نومك أو كيف نمت. تقول gut أو ich habe gut geschlafen. Ich habe gut geschlafen. Und du? Guten Morgen. Wie hast du geschlafen? أو في بعض الأحيان يكون أيضا السؤال بهذه الطريقة. Hast du gut geschlafen? Hast du gut geschlafen? تقول ja, ich habe gut geschlafen. Und du? Ja, ich habe gut geschlafen. Und du? جملة أخرى. Was hast du heute gemacht? ماذا فعلت اليوم؟ ماذا فعلت اليوم؟ Was hast du heute gemacht? Ich habe meine Oma besucht. Besuchen وهو زار. Besuch. زار أو يزور. Ich habe meine Oma besucht. Oma هي الجدة. أو Opa وهو الجد. Ich habe meine Oma besucht. Wie spät ist es? في شبيت استس وهو الساعة. كم الساعة الآن؟ أو في بعض الأحيان يطرح عليك أيضا بعض الأشخاص هذا السؤال بطريقة أخرى ويقول لك في فيل و هابن فيه في فيل و هابن فيه Wie viel Uhr haben wir? هذه تعني أيضا الوقت. يسألك عن الوقت. Wohin gehst du? Wohin gehst du? إلى أين أنت ذاهب؟ قبل قليل قلنا woher kommst du هي من أين و wohin هي إلى أين. wohin إلى أين و woher من
أين؟ فوهر كومستو؟ من أين أنت؟ قادم؟ فوهين جيستو؟ إلى أين أنت ذاهب؟ فوهين جيستو؟ إيش جيتم أتست؟ جيتم أتست؟ أنا ذاهب عند الطبيب، أو إيش جيتسو أينم فخوند؟ جيتسو أينم فخوند؟ أو إيش جيتين دي شوله؟ إن دي شوله؟ على حسب المكان الذي أنت ذاهب إليه. إلى أين؟ وهين؟ فو فاستو. فو فاستو. فاستو هو مشتق من فعل زين، ليس مشتق، هو فعل زين. فعل زين هو فعل يكون، يكون، لكن هنا في الماضي التام، أي البريتيريتوم باللغة الألمانية. وهذا السؤال يعني أين كنت؟ أين كنت؟ كما تلاحظون فوهين أو فوهر، فوهر هي من أين، فوهين إلى أين، وفو هي أين، أين. أنا هذه الفي هنا تسمى في فراغن، وهي أسئلة الفي. هناك الكثير من الأسئلة أو كثير من الكلمات التي تبدأ بفي وتعطينا سؤال، مثل هنا فو أين، فوهين إلى أين، تعطينا دائما سؤال. سنحاول الآن أن نعطي بعض الأسئلة مع حرف في. Wann kommst du? Wann kommst du? متى ستأتي؟ متى ستأتي؟ متى؟ wann هي متى؟ kommen هو يأتي. Wann kommst du? Wann kommst du? Warum willst du? Warum willst du gehen? Warum هو لماذا؟ لماذا تريد الذهاب؟ لماذا تريد willst du gehen أن تذهب؟ لماذا تريد أن تذهب؟ أو لماذا تريد الذهاب؟ لماذا تريد الذهاب؟ wieso wieso وتعطينا أيضا لماذا نفس المعنى لفغم. wieso هي أيضا لماذا. warum warum wieso bist du nicht gekommen warum bist du nicht gekommen. هذا هو البرفكت الماضي، ونستعين بفعل المساعد الذي هو sein أو haben الذي تكلمنا عليه في درس أيضا تكلمنا عليه أيضا في درس سابق وشرحناه بطريقة سهلة. wieso bist du nicht gekommen؟ لماذا لم تأتي؟ كما قلنا فعل kommen وهو يأتي. لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ هنا wer kommt noch wer وهي من هنا wer ومن wer kommt noch من سيأتي بعد. نحن ننتظر أن يأتي شخص ونسأل من سيأتي بعد. wer kommt noch والسؤال في كما قلنا wie geht es dir أو wie heißt du أو wie spät ist es أو wie fandest du das das wie fandest du das. هذا هو فعل finden يجد. هنا في البريتيريتوم أيضا، في البريتيريتوم أي في الماضي التام، مثال تفرجنا في فيلم
أو أنت تفرجت استعرت من عندي فيلم أعطيتك إياه تفرجت فيه، أسألك كيف وجدته، أو في فاندست دن فيلم، أو في فاندست داس في كيف كيف. سؤال آخر، فوغوم كيتس فوغوم كيتس فوغوم كيتس يمكن أيضا أن نتركها هكذا، فوغوم جيتس فوغوم جيتس فوغوم تعطينا على ماذا، مثال على ماذا يتكلم هذا النص، مثال نحن تقرأ نص عندما تذهب إلى عندما تفعل أو يكون لديك امتحان في اللغة الألمانية في الأأينس أو البيتسفاي أو البيأينس وتقرأ في بعض الأحيان نص، يعطونك نص ويسألونك Worum geht der Text؟ يسألونك ما هو، هما يسألونك يقولك ما هو المضمون أو ما هي الفكرة، لكن يعطونك بهذا الشكل Worum، على ماذا أو في أي موضوع ثاني، في أي موضوع يسألون هنا عن الموضوع Worum geht. مثال أنا أتكلم مع شخص، أنا أتناقش مع شخص ويأتي شخص آخر لا يعرف، لا ليس لديه أدنى فكرة عن ماذا نتكلم ويسألنا Worum geht's Worum geht's حتى يعرف على ماذا نتكلم. Worauf هنا كي تعلموا مثال هنا هذه فيزو وفاغوم وفير وفي وفان وفوهين وفوهير، هذه في غالب الأحيان تكون كلمات كما نقول كلمات أصلية، لكن هذه ابتداء من هنا فوغوم وفوغاوف هنا تكون مركبة، لأن الفي مركب الفي مع الأم، وهنا نضيف بطبيعة الحال هذا الأو والإير أم. مثال الجواب على بوغوم هو اسكيت أم، ونقول عن ماذا يتحدث أو ما هو الموضوع أو إلى آخره. هنا في فاندستوداس نجيب بطريقة عادية لا نذكر هذا الحرف أو هذه الكلمة، هنا دائما تكون هذه فهما بريبوزيسيون فهما حروف جر أم أوف إلى آخره، وعندما تجيب فيجب عليك أن تجيب بهذه الحروف، تعطي هذه الحروف أيضا. يتمحور النص حول، هنا يقول حول ماذا يتمحور النص، أو لا حول ماذا تتكلم أو هذا أو هذا، وهنا تقول اسكيت الفعل بطبيعة الحال، وهنا حول أم، هنا worauf wartest du worauf wartest du ماذا تنتظر، ich warte auf den bus. لاحظتم معي هنا دائما تعطي تجيب الأفعال أو الكلمات التي استعملت في السؤال تعطيها بصياغة أخرى وتعطي الجواب. worauf worum woran erinnert dich das woran اثنين هو يذكرك، بماذا يذكرك هذا الشيء، تقول داس اغي داس اغينت مش ان
لاحظت معي دائما نأخذ هذه الحرفان أو 3 أحرف الأخيرة، هذه للأسئلة التي تطرح أيضا بكثرة. هنا was، هنا نسأل عن الوظيفة، ماذا تعمل؟ was arbeitest du؟ هذا هو السؤال، لكن في أغلب الأحيان يكون was bist du von Beruf. was bist du von Beruf. was bist du von Beruf هي ماذا تعمل أو ما هي وظيفتك. ما هي وظيفتك. ich bin، جواب ich bin ميكانيكا أو أي شيء. ich bin ein Lehrer أو ده أي شيء. ما هو العمل؟ ما اسم عملك باللغة الألمانية؟ تقول ich bin von Beruf. von Beruf. إذا جاك، إذا طرح عليك السؤال بهذه الطريقة was arbeitest du؟ تقول ich arbeite als، وتقول عملك بطريقة ثانية. إذا طرح عليك بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة فهذا هو الجواب. هنا سؤال آخر، هاستو جيش فيستا وهما الإخوان الأخوات بصفة عامة. هاستو جيش فيستا؟ تقول نعم أم لا. هل أنت متزوج؟ بيستو فهيغاتت. بيستو فهيغاتت. فمثل هذه الأسئلة يمكن أن تطرح عليك عندما تود التعرف على شخص، أو عندما تكون لديك مقابلة عمل يمكن أن يسألك بها الأشياء. هل أنت متزوج؟ هل لديك جشفيسة؟ هل لديك أبناء؟ هاستو كيندا؟ هاستو كيندا هي الأولاد. هل لديك أولاد؟ فو وونستو. هذه فوونستو هي أين تسكن. السؤال الآخر كان وهير كومستو، هي من أين تأتي. يمكن أن تكون أنت تأتي من بلد آخر وتعيش في بلد آخر. يسألك وهير كومستو، تقول إيش كوم أوس. مثال إيش كوم أوس دير تركاي، أنا من تركيا. والسؤال الآخر وو وونستو، إيش وون إن برلين. أو وي إيست داين أدريس. هذا السؤال يطرح في قليل من الحالات عندما تكون في مكتب أو أي شيء لكي تعطيهم عنوان منزلك حتى يبعثوا لك شيء ما. في إيست داين أدرس أو في لاوتت، يمكن أيضا أن يكون في لاوتت. مثال هذا في مثال مع رقم الهاتف في إيست أو في لاوتت داينة أو إيغا إذا كنا نتكلم بطريقة رسمية. نقول إما إغ أو زي. زي في الأكوزاتيف أو في البوسيسيف أرتيكل هي إغ. إغ تليفون نوما. أردت أن أقول لكم تليفون نوما. في لاوتس داين تليفون نوما أو في إس داين تليفون نوما. كيف كان يومك؟ كيف كان يومك؟ mein tag
Mein Tag war. Mein Tag war gut, auch sehr gut, auch nicht gut, auch anstrengend, hoher Mutig, anstrengend. Mein Tag war langweilig, langweilig, hoher Mumil, war lang. كان طويل، يومي كان طويل. كان يجب عليك أن تقوم بالكثير من الأشياء، لهذا كان يومك طويل جدا. Mein Tag war lang. Mein Tag war stressig. كان لديك ستريس. Mein Tag war stressig. لاحظتم معي هنا langweilig وستريسيش، في هذا تعني الأدياكتيف صفات. في كثير من الأحيان تكون كلمة مثال هنا لانغفايل، لانغفايل هو الملل، لانغفايلش ممل، ستريس هو ستريس. أضفنا إي والجي ثم أصبح كانت كلمة أو اسم ثم أصبح صفة. كثير من الأحيان نضيف فقط هذه الإي والجي ثم تصبح صفة إلى آخره. سؤال آخر. وونست ألاين، ألاين إذا كان ذكر، وونست ألاين. يا يشوفون ألاين أنتو. Nein, ich wohne mit meiner Familie. Und du? Sual Achar. لدي الكثير من الأسئلة، لكن أفكر في الأسئلة التي تطرح أو تستعمل بشكل يومي. إن هذا هو عنوان درسنا اليوم. Has to أو wie lange arbeitest du؟ wie lange arbeitest du هي كم من الوقت تعمل أو ما هي المدة التي تعمل فيها. arbeitest du auch am Wochenende. Wochenende وهو السبت والأحد، أيام السبت والأحد هو الوخنند، آخر الأسبوع، أيام آخر الأسبوع أو عطلة آخر الأسبوع. arbeitest du auch am Wochenende؟ wann hast du Feierabend؟ wann hast du Feierabend؟ Feierabend هو عندما تنتهي من العمل، عندما تكون انتهيت من العمل. مثال أنت تعمل من الساعة 6 صباحا حتى 14 بعد الزوال، 14 بعد الزوال. هنا hast du Feierabend، والانتهاء من الشغل وتكون حر. wann hast du Feierabend؟ ich habe دائما مع الوقت نقول ich habe 18 Uhr Feierabend. ich habe 18 Uhr Feierabend. wann hast du Urlaub? wann hast du Urlaub. متى لديك الأولاب؟ الأولاب هو أيام العطلة التي تأخذها من العمل، عطلة بالنسبة لأشخاص الذين يذهبون إلى مدرسة تكون لهم عطلة، والعطلة من العمل والأولاب. one has to Urlaub.
فليكس تو فليكس تو ناخ اسبانيين فليكس تو ناخ اسبانيين. هل انت تسافر عن طريق او بالطائرة الى اسبانيا؟ فليكس تو ناخ اسبانيين. كما قلنا دائما يكون الحرف الاول كبير بالنسبة للأسماء. فليكس تو ناخ اسبانيين. سؤال آخر، فاس كوست، فاس كوست داس، ماذا يكلف هذا؟ تريد أن تشتري شيئا، فاس كوست داس، داس كوست كذا وكذا. سالن زي با أودا ميت هات. هنا في السوبر ماركت يسألونك هل تود أن تدفع ثمن الأشياء التي اشتريتها با نقدا أم بالبطاقة البنكية؟ سانزي با أو بالبطاقة البنكية. حابن زي haben Sie Ofen أو bis wann؟ bis wann هي إلى متى؟ bis wann haben Sie Ofen؟ إلى متى؟ إلى متى تبقون فاتحين؟ مثل أنت تسأل في مقهى أو أي شيء أو أي محل تسأل bis wann أو wann schließen sie. wann schließen sie. أو haben Sie morgen offen؟ أو haben Sie morgen zu؟ ثاني، هل أنتم فاتحين غدا أو هل أنتم غالقين غدا؟ شيء آخر، وي غروس بيستو هي كم هو طولك؟ بس فيكستو كم هو وزنك؟ بس إستو أو إسن زي. بس إستو جانا، ماذا تأكل؟ ماذا تحب أن تأكل؟ ماذا تأكله؟ شيء عزيز عليك تأكله دائما. بس إستو جانا بس بيستو خينكن، ماذا تريد أن تشرب؟ إذا كان هذا هو الفيديو إخوان، نلتقي في فيديو آخر. اكتبوا لي ما هي الأشياء التي تودون أن تعرفوها بالضبط.
لأن هناك الكثير من الأشياء التي كثير من الكلمات والجمل التي تستعمل دائما، لكن عندما تريد أن تقول جميع هذه الأشياء فتنساها. ليس من الممكن أن تتذكر كل شيء تستعمله خلال اليوم. إذا سأعطيكم فيديو آخر إن شاء الله فيما بعد. أتمنى أن تستفيدوا من هذا الفيديو، والسلام عليكم.